أولاً الأرقام زي الرمال المتحركة، هذه الأرقام تتغير كل فترة إلى فترة. تتذكر آخر مقابلة كانت بيني وبينك من حوالي شهر، وقلت فيها أن المديونية سترتفع وتصل إلى 33 مليار دينار، وهذا الأمر محمد تسمعني؟ نعم أسمعك سيدي. ويعني أنا باعتقادي أنه المديونية هذه أمر حاصل، وجميع الدول تعتمد على المديونية لأنها تريد أن تقوم بأمرين: أولاً تخفيف الأعباء على المواطنين، وحفز الاقتصاد أو دفع الاقتصاد إلى مجالات النمو. المبالغ التي يحتاجها الاقتصاد الأردني لا زالت غير معروفة بالدقة. ما قام به البنك المركزي هو وضع كمية من السيولة، وأعتقد أن هذه السيولة كافية لمرحلة عندما يفتح الاقتصاد ستنشأ هناك حاجات. ولغاية الآن لم تقدم الحكومة لنا سيناريو خاص بما سيكون عليه الوضع. سيكون هناك الكثير من المؤسسات التي تعاني، ولن يفيدها الإقراض، ما تحتاج إلى نوع من الدعم والعون أو المساعدة المالية وبعض الاقتراض. وهذه كلها أمور ستكلف الاقتصاد الأردني مبالغ طائلة. وأعتقد أن الاقتصاد لأجل عندما يفتح الاقتصاد لأجل تحفيزه والسير به إلى الأمام وتخفيض نسبة التراجع في الاقتصاد، أعتقد أنه بحاجة إلى ما يزيد عن مليار دينار لأجل أن يبدأ الاقتصاد بمعدلات نمو ضعيفة، مش معدلات نمو اللي كانت في الماضي. في هذه السنة يتوقع الاقتصاد، يعني أنا بعتقد الإحصاءات اللي حكى فيها البنك الدولي. بس اسمح لي أستاذ مفلح، اسمح لي أقاطعك. نعم. لما تحكي عن مليار دينار، هاي بتعقد أموال يجب أن تضخها الدولة في الاقتصاد، يجب تقصد؟ أن تضخ الدولة، ويجب أن تتوزع هذه الأموال بين منح لبعض المؤسسات التي لم تستطيع السير بدون منح، وتقرض بعض الأموال للمؤسسات التي تستطيع أن تكتفي بالاقتراض، وإلا نواجه مشكلات إعصار متعددة وكثيرة، وخاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة. ما تقوم به البنوك وما قام به البنك المركزي هي بداية تحتاج إلى إكمال المبلغ اللي حطه البنك المركزي 500 مليون، وعلى الأثر المضاعف ممكن يوصل لحوالي 1000 مليون أثره، لكن أنا اعتقادي أنه لازال هناك المزيد اللي بنحتاج إليه لأجل أن نسير أو يعود الاقتصاد. تقديرات معالي وزير المالية السابق أن الاقتصاد الأردني سيتراجع بمقدار 3.4 وسينمو العام القادم بمقدار 5.8. أنا باعتقادي الآن أصبحت تقديرات يعني مضى عليها الزمن، يعني صارت تقريبا أوبسوليت. يعني يتوقع أن يكون، يعني أنت تطلع كل الاقتصادات العالمية كلياتها عم تنمو، عم تنخفض أو تتراجع بمعدلات 8 و10، بريطانيا 15، أمريكا 10، ألمانيا 8، فرنسا 15. يعني كل الاقتصاد العالمي عم بتراجع، وأصعب من تراجع هذه الدول الكبيرة تراجع اقتصاد الدول النامية. قدامنا ظرف صعب، قدامنا معدل تراجع في النمو الاقتصادي أو نمو سالب أكثر من 4 وأكثر من 5 وأكثر من 6%. لن يكون الاقتصاد في العام القادم اقتصاد قادر على النمو بالمعدلات، لأن كورونا لغاية الآن لا زالت معنا، ولا زال لا يوجد هناك أي دواء. ستبقى هذه المشكلة طالما ليس هناك دواء. قديش لما نحكي عن دول عظمى تتراجع اقتصاداتها من 8 إلى 15% في الدول النامية والصغيرة والاقتصادات الاقتصاديات البسيطة، كم نتوقع نسب التراجع؟ يعني أنا بعتقد إنك ليش توقع نسب التراجع بكل صراحة؟ قبل أنت سؤالك عن الأردن ولا بشكل عام؟ عن الأردن أعطيني بداية. أنا باعتقادي بكل تواضع أنا لا أقبل تقدير البنك الدولي، خاصة بعد ما مضى عليه شهر. أنا باعتقادي إذا كنا بحدود 8 إلى 10% فنكون في وضع سليم. أقل من هيك ولا أتوقع أن يكون هناك نمو في 2021. أتوقع أن يكون هناك نمو سالب لكن بشكل أخف.